بتشارك تعال ومننا لك سؤال احتمال انك تصيب واحتمال انك تخيب يقول ما هي درجة تجمد البنزين؟ فكر معانا. هو المي زيرو البنزين أعتقد أقل. زين أقل كم؟ أقل ماينس فور؟ لا أكثر. ماينس فايف؟ ماينس سبن؟ قربي عشان أساعدك. 21 ماينس 30 والله ما أعرف. مو بقريب بعد بعيد. ما يتجمد بنزين. ما يتجمد؟ ما يتجمد كلش. أقول لك يتجمد. يتجمد؟ إيه. بالماينس. ناقص 10؟ لا. 15؟ 120. ماينس؟ إيه. 50. 50. إجابة قريبة. هي بين ماينس 50 وال 100. 60. 71. لحظة لحظة. قلت 60؟ إيه. شوف. يعني هي بين ال بقول لك 59 ماينس 59 وماينس ال 61. 60 بوينت يعني بالبوينت ولا؟ لا ها. هي بين ماينس 59 وال 61. 60. 60 اجابه صحيحه يعني مبروك تستاهل. الله يجزاك خير. ربحت معانا جائزه مقدمه من زبرجد للمجوهرات وايضا جائزه من مطعم ايتشي مهمد. وجائزة من الهيلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وأيضا جائزة عبارة عن عازل وحماية من تيتانيوم ومن مركز المحمود الطبي وجائزة من الجزيرة العطور. نقول لك ألف مبروك تستاهلون. فزتوا مستانسة؟ نعم. سؤالكم يقول الإخفاق بشرف خير من اعكسوها. بألف من عندي. إذا طلع كلمة صح بنثبتها. خير من عدم المحاولة يعني. ولا كلمة. ولا كلمة. الإخفاق بشرف. يمكن من منضيف من؟ من عدم المحاولة. قلت عدم المحاولة لا. لا. تعيش كلامها؟ غشني. والله ما سمعت صراحة. خير من النجاح. أيوة. بالذل. لا. خير من النجاح. بالتكاسل. لا. الندم؟ لا. الإخفاق بشرف خير من النجاح كل خير من النجاح. أيوة. بلا شرف. الإخفاق بشرف خير من بعد كلمتين. الإخفاق بشرف خير من الفشل بإهانة. قلنا أنت قلت فشل صح؟ آه. عطني الكلمة اللي قبلها. الإخفاق بشرف خير من فراغ فشل. النجاح بفشل. ليش متردد؟ عطني المثل كامل. أوكي وصل لك القاري. وصل لك القاري. الإخفاق بفشل خير. لحظة. الإخفاق بشرف خير من النجاح بإهانة. روح. ودي. لا لا ليه؟ أنت اللي غيرت. ما يجاد حسن. قلنا ثبتنا الفشل آخر شيء. الفشل النجاح وب خير من النجاح بفشل. ألف مبروك ربحت معنا جائزة من مطعم إيتشي محمد وربحت معنا مجوهرات من زبرجد وأيضا جائزة من الهيلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وعازل وحماية من تيتانيوم وجائزة من مركز المحمود الطبي وأيضا جائزة من الجزيرة العطور. نقول لكم ألف مبروك. الله يبارك فيك. وسؤالكم يقول أرجل من حطب ورأس من ذهب فما هو؟ فكر معاه. أرجله من حطب ورأسه من ذهب ما هو؟ النعل؟ لا غير. مش عارفة صراحة. يلا ممكن فكري. الباكور؟ الباكور؟ الباكور عصا يترك عليها العصا اللي ترك عليها كده. لا لا. السفينة؟ السفينة لا. أقرب للسؤال الجواب الأول؟ الاثنين بعد شوي. الاثنين بعد. النار هي مشتعلة يعني الموقد يعني. لا. أرجله من حطب ورأسه من ذهب.
بدي لك أرجيلة بس الشيشة بس لا لا مش الشيشة الشيشة بالمألوف شماد ورأس الذهب ايوه جمع يمكن شجرة مش شجرة انت قربت الحين بس مو بشجرة سنبلة شكرا لحظة 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 ايش قلتي؟ سنبلة القمح صح؟ سبحان الله انا الربط بس ايوه اللي فيها بدي جاوبها وشوفوا من وصل شوفوا من وصل قلت لك اشكرك وخلاص بس على اخر لحظة ونقول لك الف مبروك ربحتي معنا جائزة من زبرجد المجوهرات وجائزة من إيتشي محمد وأيضا جائزة من هيلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وعندكم عازل وحماية من تيتانيوم وعندكم أيضا جائزة من الجزيرة العطور ومن مركز المحمود الطبي ألف مبروك شكرا تستهلا. شكرا شكرا سؤالكم يقول أكمل أعقل الناس أبي منكم كلمتين أعقل الناس أكمل أعقل الناس؟ أيوة كلمتين أعقل الناس بعد كلمتين الصابر ما الصابرين أو الأعقل لا كلمتين أعقل الناس بعدك كلمة أعقل الناس كلمة الناس أعقل الناس فراغ الناس هو أعقل الناس اللي ما بيشغلش باله أنت قاعد أعطيني ثلاث كلمات أربع كلمات كلمة الناس أعقل الناس أيوة أنفعهم للناس الناس صح آخر شيء بس اللي قبلها لا غيرها أحسنهم الناس أقلهم الناس أنفعهم الناس لا مش جاي أقربهم للناس لا أجهلهم أعقل الناس أجهلهم لا لا ما تزبط ما تزبط لا إنزين غيرها أحكمهم لا يلا أبي حد يقولها أعلمهم لا أعلمهم بالناس لا أعقل الناس فراغ للناس عاد الحين ما عندكم عذر أعقل الناس عذرهم للناس إيش رأيك صح صح سامحة من قبل سامحة من قبل بس مش متأكد منها كنت أنا إجابتكم صحيحة أعقل الناس أعذرهم للناس وربحتوا معانا جائزة مقدمة من زبرجد المجوهرات وجائزة من إيتشي محمد مطعم تركي وأيضا من الهيلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وجائزة من تيتانيوم عبارة عن عازل وحماية وأيضا جائزة من أدور بيوتي لونج وجائزة من الجزيرة العطور ألف مبروك الله يبارك لك شكراً سؤالكم يقول كيف يستطيع 10 أشخاص أن يقفوا تحت مظلة واحدة دون أن يبتلوا؟ فكر معاك كيف يستطيع 10 أشخاص أن يقفوا تحت مظلة واحدة دون أن يتبللوا؟ 10 تحت مظلة واحدة؟ أي والله شو مظلة؟ مظلة الباص؟ لا لا بيمسكوا في بعض صعب صراحة صعبة؟ صعبة أنا نفسك أقول شلون؟ قاعد أفكر إيه صح يحطوا الراسهم جنب بعض أنا صراحة أحس بيتبللون إيه صح ما يتبللون يتبللون يقفون كلهم تحت المظلة شلون؟ طيب هو كفون يتجنب بعض وحنا أنا نفسي فكرت فيها بس ما الموضوع ما يضبط فكر معهم أنا فكر معهم أنا فكر فيهم بس عندك يلا والله مع هالصيام هاي وين الواحد يفكر أنا نمسكم معهم هذه هلا يا ما بيصوفوا بعض واخر واحد بيحمي المظله يا ما بيكون مظله كثير كبيره بتسعون ال 10 لا مظله عاديه 10 اشخاص تفكيرك حلو جميل هم كانوا يقولوا واقفين تحت المظله وهن تحت الشمس ما تكون عم تنزل مطار اوبا هاي الجواب اللي ابغى اسمعه ان الاجابه ليش ممكن ما يكون عم ينزل مطار يكون واقفين تحت الشمس وما عم تنزل مطار بالضبط اجابه صحيحه والف مبروك القاري يا جماعه تستاهل ربحت معنا جائزه مقدمه من زبرجد المجوهرات وايضا جائزه من مطعم إيتشي محمد وجائزه من الهيلتون عباره عن قسيمه لمنتجع سلوى وايضا جائزه من الجزيره العطور وايضا جائزه من ادور بيوتي لونج وعازل وحمايه من تيتانيوم